البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين ومستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف به في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة، نذكر بأرقام الهواتف التي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، ورقم الثاني 021-33-47-402، ورقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر، وتأتيكم إن شاء الله تعالى تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة. شيخنا حياكم الله، مرحبا بك شيخنا. وبك والمستمعين والمشاهدين وبالقناة وأهلها. شيخنا، أولا قبل أن نبدأ معكم حفظك الله تعالى، يعني نقدم لكم تعازينا، نسأل الله أن في الوالدة، نسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يجعل درجتها في عليين، وأن يفرغ على قلوبكم الصبر، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. شيخنا حفظك الله تعالى، هو موضوع سبحان الله ذو شجون، ولعله يناسب يعني سبحان الله رب العالمين هذه المسألة، موضوع وفاة الوالدة رحمه الله تعالى، وهو يعني كثرة القتل في الشباب وتركهم لنسائهم ولأولادهم وزوجاتهم، سبحان الله بعضهم لا تتزوج مسكينة وكذا. فشيخنا نريد التذكير بحديث المرأة التي تسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، نسأل الله الوالدة أن تكون منهم إن شاء الله تعالى. تفضل شيخنا. آمين آمين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من به مقتدى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه أول حلقة أظهر فيها بعد وفاة والدتي رحمها الله تعالى ورحم المسلمين أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يعينني على هذه الحلقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نتناول هذا الموضوع، فإن قضية الأمة هي أكبر من كل القضايا، فإنني أقول للعالم الإسلامي وللمسلمين إن هذا التسارع إلى التطبيع مع اليهود والركوع، وهذا الركوع وهذا السجود لليهود وللصليبيين، وهذا الطعن في خاصرة الإسلام، مهما فعلوا فإن الله قاض عليه بقوله سبحانه وتعالى في اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة
من يسومهم سوء العذاب. أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، ما هؤلاء الإمارات، البحرين، يطيروا ينزلوا وين يرقوا، مهما فعلوا مع شذاذ الآفاق، مهما فعلوا فلن يعيش اليهود في هناءة ولا في أمن ولا استقرار. والله خالق القوى والقدر والعليم القدير يقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. نعم، نحن من آثار الحرب أن يكثر في النساء الثكل، وأن يموت الرجال، وأن تصبر النساء مهما كنا صغيرات على أولادهن. والشريعة سبحان الله رب العالمين، لأنها من عند الله، ما ولد شيء يسوء الإنسان ويتجرع منه الإنسان الحسرة والحزن والألم إلا قابلته الشريعة بفضل الله وعطائه وكرمه. فاسمعوا الآن إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر علو المنزلة وسرعة الدخول إلى الجنة. هاتان منقبتان عظيمتان: علو المنزلة وسرعة الدخول. هذه درجة الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. المتكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، إلا أني أرى امرأة تبادرني، إلا أني أرى امرأة تبادرني، تبادرني أي تسابقني، إما أن تدخل معه وإما أن تدخل على أثره. إما أن تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تدخل على أثره صلى الله عليه وسلم. فيجعل الله لها علو المنزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع لها سرعة الدخول إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هكذا يقول الشراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجب من أمرها فيقول: ما لك؟ من أنت ومن أنت؟ فتقول المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أي مات الأب وترك أولاده، أو لا يسمى يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ. قعدت على أيتام لي، أي المرأة التي تربي أولادها ولا تتزوج وتضحي بكل شيء في دنياها وتخدم أولادها، وخاصة فيما تقدم من حياة الناس، يعني في العسرة التي كان يمر بها الناس، وفي كل الأحوال يعني ضحت بزوجها وملذاتها ورغباتها في سبيل أولادها، فكان من جزاء الله سبحانه وتعالى وإعظام الأجر لها أن
ذكر لها هذه المنزلة العظيمة. وكما قلت وبينت أنت، نحن في أيام الحرب هذه كثرت فينا مثل هذه النساء، كثرت فينا مثل هذه النساء. وأنا سأذكر الآن مسألة درجة الحديث، وربما أتناول شيئا أيضا فيما يتعلق بوالدتي لهذين السببين. السبب الأول أن في ذكر ذلك تسلية لكثير من نسائنا في ليبيا وفي العالم الإسلامي، وهذا. وأمر آخر أذكره في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. أولا، هذا الحديث قال عنه الحافظ المنذري إسناده حسن، قال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن، وفيه وقال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح: رواته لا بأس بهم. ويكفي في تحسين هذا الحديث وتحسين إسناده ما قال هذان الحافظان، وخاصة أن الحافظ ابن حجر من الأئمة الكبار، من أهل الدراية الكبار، فالعلماء يذكرون أنه مثل هذا إذا حسن الإسناد أو صحح الإسناد معنى ذلك أنه حسن الحديث أو صحح الحديث. قالوا كما قال صاحب الألفية: ولم يعقبه بنقد، يعني ما تعقباش بشيء إذا قال هذا حسن الإسناد أو صحيح الإسناد عند غير الكبار من أهل العلم، معنى ذلك أنه ذكر شيئا منه، يعني السند ما فيش مشكلة، وقد يكون مشكلة في المتن أو هناك في مسألة الشذوذ والعلة، لكن إذا ذكر الأمر حافظ كبير يعني كالحافظ ابن حجر ولم يعقبه بنقد يعتمد، فهذا يعتبرون التحسين للسند أو التصحيح هو تحسين للمتن أو تصحيح للمتن. أقول هذا لأن بعض المشايخ كالشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث، ومن الغريب والعجيب أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يذكر قول الحافظ ابن حجر، لم يذكر قول الحافظ ابن حجر. ولما جاء بعض الإخوة أيضا وأرادوا أن يعني يتتبعوا أحاديث الفتح الباري، يخرجوا الأحاديث ويتتبعوا تتبعا يعني دقيقا، المتتبع الأحاديث أيضا أيد الحافظ ابن حجر في قوله، فالحديث بإذن الله تعالى حسن بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني جزاك الله خيرا شيخ عبد الباسط، والقناة ربما ليس هذا من عملها أو ليس من طريقة الإنسان أن يتحدث عن آل بيته، فإن كانت رضيت بذلك فشكر الله لها، وإن لم ترضى بذلك وسخطته فنعتذر إليها. لا تتخطب والدتي رحمه الله تعالى. نعم بارك الله، هذا يعني المتوقع منهم، جزاهم الله خيرا. والدتي أحسب أنها ممن أرادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. والظرف إذا لم يعيشه الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه، فنحن نتحدث من خبرة ومن واقع ربما كثير من الناس لا يتصورون المسألة، لكن إذا الإنسان عاشها وخرج إلى الدنيا ويعني إما لم يعني كان صغيرا أو يعني مات والده مبكرا، فأنا اسمي يدل على ذلك، فالناس تعرف أن اسمي محمد ابن محمد، كيف يكون اسمي مطابقا لاسم والدي؟ هذه مسألة واضحة، أنني ولدت بعد والدي، يعني مات والدي رحمه الله تعالى وأنا في الأحشاء، ولدت بعد أبي رحمه الله تعالى، فسميت على اسمه، فكانت أمي أما وأبا. ونعم جدي لأمي رحمه الله تعالى
كفلني وإخوتي وأحسن إلينا إحسانا عظيما جزاه الله خيرا، ولكن سيبقى اليتيم يتيما مهما فعل معه، مع تقديرنا البالغ للجد الكريم، ولكن تبقى شيء من الرحمة في الأب لا تكون في غيره مهما أحسن الجد جزاه الله خيرا وكان رفيقا رحيما وأدبنا وأحسن إلينا رحمة الله عليه وعلى كل من أحسن إلى يتيم أو محتاج. المرأة إذا ربت أطفالها وصغارها وحدبت عليهم وتركت كل شيء أمر صعب كما ذكرنا، والآن يكثر في المجتمع الليبي وفي سوريا مثلا وفي اليمن في بلاد الحروب في بلاد التي يطغى عليها الكفر ويقتل المسلمين ويترك أطفالهم يعني للنساء، هذا موجود ويعوض الله عليه، يعوض الله سبحانه وتعالى عليه تعويضا عظيما، فيعوض هذه المرأة أنها تبادر إلى باب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى الذي تقدم ذكره. والتاريخ ذكرنا يعني علماء كبارا عظماء كانت رب من والدتهم من أمهاتهم من أختهم، الحافظ ابن حجر ربته أخته، كذلك كان من أمر الإمام مالك من أمر الإمام الشافعي من أمر الإمام أحمد من أمر سفيان الثوري، هؤلاء العظام ربوا من النساء، فالله سبحانه وتعالى يعوض. لا بد لا يعني الصبابة لا يعرفها إلا من يعانيها، ما يحس بالنار إلا العافس فيها، فالأولاد أو الأبناء يعني يدركون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين مسهم الزمان بنابه في مثل هذا. فطبيعي جدا أنني لم أستطع أن أتجاوز في الحلقة والدتي. لما؟ لأن أي إنسان كانت هذه حاله فلا بد أن يتعلق بها تعلقا يعني عظيما تعلقا شديدا، وكذلك أن تتعلق الأم بأولادها، هي كل أم متعلقة بأولادها، لكن في مثل هذه الحالات يعظم الأمر. فحدبت علينا هذه الوالدة الكريمة حدبا شديدا، وربت فينا الفضيلة وربت فينا حسن الخلق، وعلى الفطرة، هي لم تكن متعلمة لكنها على الفطرة. يعني أذكر شيئا مما كانت تهمس به في أذني، يمكن بعض العزائز يقدموا للشابين يحفظونه، تقول لي وتريد مني أن أكون على خلق عظيم وعلى أدب، تقول لي سبحان خالق الحب في راس زيتون عالي، واللي ميداري على السب كلام للمواعيد غالي. شوف امرأة تتربي أولادها على أن ما يعملوش شيء يسبون به، سبحان خالق الحب في راس زيتون عالي واللي ميداري على السب كلام للمواعيد غالي، يعني يتكلم الناس عنه ويصفونه بأقذع الأوصاف. ويعني فنعم، فهذه تربية، لأن مهمة الحنوة على الإبن وعلى التربية حتى من كلام الأولين، وهذا ظهر حتى في حياتي يدركه الناس من حديثي. شكر الله لك. نعم شيخ. نعم غلطت مية، الله معذرة. لا بأس شيخنا، نعم لا أراك الله بأس إن شاء الله تعالى. فهذه من الأشياء، وتربي وتعلم، تذكر مسألة الأمومة. نعم. الأمومة هي فرحة بوجود أبنائها معها،
فرحة بأن تكون في البيت عندما يعود أولادها. فكانت تقول لي، وهذا كلام قلت تعرفوه الشبيه العزائز الأولين، كلام مؤثر على اجتماع الابن مع أمه والأم مع ابنها. طبعا الآن أصبحنا نتصوره، كنا في الماضي يعني كان نظريا. تقول يا سعد من قال حنة ومن دارها واج باتا، تريتك يا لم جنة يا تعس من فارقت. شوف الآن والدك ربي يحفظ لك شعب الباسط ولجميع المسلمين. يا سعد من قال حنة البادية وكذا الأم يقولها حنة حينا، ومن دارها واج باتا، لما يجي خشوي داخل وينادي على أمه يعني ينادي تسبق في لسانه على كل أحد، على أولاده على زوجته، ومن دارها واج باتا، موجودة في الدار أو في بيتها في بيته، تريتك يا لم جنة يا تعس من فرقات. توريك هذه تقوله فرحة هي عندما يدخل أبناؤها أو يدخل عليها وعندما ننادي. فهذا الاجتماع هذا أمر عظيم، أمر عظيم، وتفرح بقضية أن تكون موجودة كما قلت. فكان الشاعر العربي يقول كل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. أي والله، كل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. أيوة. لا يرجع إلى يوم القيامة. طبعا نحن نؤمن بالبعث والجزاء في 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 النساء، قصد من النساء اللي مخا يحفظ فيه هيك ما شاء الله. تقول أنت تقول ما يوجعك كم من مات وحطوا عليه الحيد، وما بعيد الجوابات يجيبوه طول المدايد. فعلا ما يوجعك كم من مات خلاص، كل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. فهذا يدفع إلى التعلق، ومن التعلق ما أطرحه اليوم أمام الناس. بإذن الله مرائي بذلك، لست مرائيا بذلك بإذن الله، وإلا فأول من يحتقرني إخوتي وأولادي. إذا رأيت أو كذبت فأول من يحتقرني إخوتي وأولادي، والمقام مقام صدق بإذن الله تعالى. التعلق كنت وقلت كما قلت، وأنا يعني فتحت عيني في الدنيا عليها فلا أطيق فراقها. كانت إذا ذهبت إلى إخوتي أبادر إلى إرجاعها. إذا بقيت يوما أو يومين عند أحد إخوتي وهم أبناؤها ومن حقهم أن تبقى معهم، فأبادر إليها طالبا منها العودة. حتى أحيانا يقع بيني وبين إخوتي شيء، يعني أليست أمنا كما هي أمك؟ فأقول نعم، بلى، ولكن أمر الله غالب. فكان إخوتي أحيانا يقدرون الأمر وأحيانا لا يقدرونه، لكن جزاهم الله خيرا يعني في العموم قدروه. لأن لا تستطيع مفارقتها هكذا ولو إلى إخوتي. الله إلى إخوتي طبعا الآن يعني كان الفراق، أرجو أن نلتقي في رضوان الله سبحانه وتعالى. أما من حيث هي أيضا فكانت لا تطيق فراقي. وأنا سأذكر موقفا واحدا، كنت لما أسافر و
أدخل عليها لودعها تبكي بكاء شديدا بكاء شديدا، فكان هذا يؤثر في، فإذا خرجت مع رفقاء أو كذا يعني أبقى فترة وأنا متأثر. فمرة ذكرت لها ذلك، طيب أمي أرجوك يعني أنا ماشي إن شاء الله وعلى خير، لكن بكاءك هذا يؤثر فيه. فقالت لي البيت بلاك كأنه ما في حد. لكنني أعدك إن شاء الله تعالى أن ألا أفعل ذلك. وجاءت سفرة، والحقيقة كما تحاملت على نفسها ولم تبكي كما أتحامل وأنا، لكن شاء ربي سبحانه وتعالى أن يطيعني على ما تتحامل به، فودعتها وكانت تظهر الصبر وأنها لا تبكي، فخرجت. فشاء ربي أنني نسيت شيئا، اضطررت إلى أن أعود إلى البيت وأن أدخل البيت وأن أمر بها في طريقي إلى ذلك الشيء الذي نسيته عن قرب يعني. فلما دخلت عليها وجدتها تبكي بكاء شديدا، تبكي بكاء شديدا، فبين لي ربي ورأيت أنها تحاملت، ولما أنغبت عنها لم تستطع أن تكبت ما في نفسها. كل الأمهات كذلك، لكن الأم التي تربي أيتامها وتكون مرهفة الحس يزداد الأمر. ولذلك بدأ الضعف عليها في حياتها أو في بنيتها، في صحتها، في ملاءة جسمها. بدأ الضعف سنة 2011 في الثورة عندما تقلت، وسبحان الله رب العالمين، وهذا الكلام مسجل عندي حتى سجلها أنا بعد ما طلعت من الاعتقال، سجلت لقاء بيني وبينها، فكانت تقول لي هي متوقع أن يعتقلوني من خوفها علي، كانت تعتقد أنني سأعتقل. فكانت تقول لي أني نشبح فيهم يشحوا فيك من جردك، والله تقول لي أني نشبح فيك نشبح فيهم يعني الأمن والشرطة ولا الجيش ولا اللي هو نشبح فيهم يشحوا فيك من جردك، يعني تراه مناما تراه واقعا أنني. فلما وأردت أن أذهب المسجد في أحد الأيام وكانت وقع في القرية بعض الاعتقالات وكذا، قلت لي ما تمشيش، فاستأذنتها وأذنت، قلت لها إن شاء الله هم جايين لناس معينين ونمشي نصلي. طبعا اعتقلت في المسجد. أنا تعرف يا شيخ عبد الباسط وأيها المستمعون الكرام، طول مدة الاعتقال، لا شهر من مدة الاعتقال، أنا ما نفكر في حاجة إلا في أمي. قلت عندما ستخبر بأمري ستموت، فأني خايف. فجاء بعد ذلك أن جاء أحد أقاربي وجيراني وأقام يعني وهو يعني يقرب إلي من جهة أبي ومن جهة أمي، فلما دخل معي المعتقل سألته عن كل شيء ولم أسأله عن أمي، خشية أن يقول إنها ماتت، لكنه تطوع بعد ذلك وقال لي رأيك كويسة وكذا. فبقيت في المعتقل إلى أن فرج الله علي وعلى من معي، بقيت أسأل الله هذا السؤال أن يوفقني إذا خرجت من المعتقل أن أدفع بها العربة في المشاعر المقدسة. الله وفعلا من الله علي وخرجت، ويعني لكن رأيت من يومها الضعف عليها، يعني زي ما يقولوا في العامية متاعنا يعني ضعفت،
ويعني كذا وبدا عليها ذلك وما عادت إلى سابق عهدها إلى أن لحقت بربها. وهذا من جرائم القذافي ومن يعني من أعمال القذافي، نعوذ بالله من ذلك. وإن كان إن كان بدعائها ولله الحمد أنني ما أهنت إهانة خاصة، أهنت مع العموم لكن إهانة خاصة لم أهن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعائي الوالدة. الآن سأتي إلى السبب الثاني. أنا قلت السبب الأول هو أن كثيرات من المسلمين في ليبيا وفي غيرها وفي أماكن الحروب يعني يحدبن على أولادهن، فذكرنا الحديث من أجل السلوان والسلوى وأن يعرفن أنهن على خير كبير وأنهن في علو المنزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن يدخلن بسرعة إلى الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية ما يصبو إليه كل إنسان. هذا أمر عظيم يجب أن يفشو وأن يظهر في الناس وفي تلكم النساء، ومنهن صغيرات في اللي الآن أصبحت أرملة في 20 من عمرها. نعم. يعني سبحان الله وتعيش دهرا فتصبر، فهذا جزاء، هذا أردت أن ينتشر. السبب الثاني الذي أردته من هذا الخطاب إلى الناس بعد أن أسألهم الدعاء لها وبالمغفرة والرحمة وأشكر كل من واساني بهاتف أو بسؤال أو برحمة بترحم عليها جزاهم الله خيرا، وأعذر الآخرين أيضا فإن الوقت وقت استثناء. السبب الثاني في هذه الأيام شيخ عبد الباسط، أيام الحرب وأيام من يخرج على الإذاعة ومن يحاول أن يقول الحق في هذه الإذاعة، لا شك أنه سيكون له أعداء ويكون له متربصون يتربصون به. فكان كثير من إخواني ومن أصحابي يلومونني، يقولون أنت تتحرك كذا ونحن نخاف عليك أن تغتال أو أن يصيبك أذى أو أن تختطف أو كذا. وبهذه المناسبة والله العظيم أشكر لهم صنيعهم من أحبابي القريبين والبعيدين، والله يا شيخ، ولعل هذا وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى أن هناك شبابا يحرسونني دون علم مني. والله فعلمت بعد ذلك أن هناك من يراقب سيارتي وهي مدرسة إلى أن أخرج، وعلمت أن هناك من يتتبع خطواتي ويحرسني، هناك من يحرسني جزاهم الله خيرا، أعرف ذلك منه عيانا. لكن الأمر مرة جاءني رجل في المسجد شاب عنده سؤال، فأنا أتأخر شوية فقعد هو راي، فلما واحد من الشباب شبحة والله وقف في المسجد وأبى أن يخرج، ظن أنه يريد بي شرا، وما خرج من المسجد إلا لما راني سلمت عليه وقلت له بيدي هكني أشرت إليه معناه الأمر طبيعي عدى، فجزاه الله خيرا. فهذه المسألة هذه الآن التي أسوق هذا الكلام من أجلها، هذه الوالدة رحمه الله تعالى وجزاها عني وعن إخوتي خير الجزاء، كانت لها أدعية ثلاث لا تنفك عنها، وهذه الآن أنا في أمس الحاجة إليها. الله معك، الله يرعاك، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك. تقول وهي الأمية إن شاء الله إن شاء الله يا ولادي استغفر الله، تقول إن شاء الله يا ولادي في بقعة تمجي، الله معك، الله يرعاك، لا تنفك عنهم أبدا، إن شاء الله يا ولادي في بقعة انجي بالعامية، يعني إن شاء الله في المكان يعني الذي كتب الله لك فيه النجاة، انجي من النجاة، الله معك، الله يرعاك،
إن شاء الله يا وليدي في بقيعة انجي، ولا شك ولا ريب أبدا أنني حفظت من الله عز وجل بدعائها فيما مضى، حفظت بدعائها وبدعاء الصالحين من مشايخي وزملائي وأهلي ومحبي. زارني شيخ جزاه الله خيرا له باع كبير في الدعوة إلى الله، قال لي: والله إني وإخوتي لأسألون الله لنسأل الله لك النجاة والتوفيق في صلاتنا بالليل، نزلت على قلبي بردا وسلاما. هذا ما زال حيا، لكن الذي أسوق الكلام من أجله الآن عن والدتي، أقول من كان محبا لي جزاه الله خيرا في الله تعالى، فليسد المسد الذي كانت تسده والدتي من الدعاء بمعية الله وحفظ الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فليس للإنسان غنى عن ذلك أبدا. أنا في ظني والله أعلم أن الله تعالى استجاب دعاءها في حياتها، وهو يعلم، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى يعلم أنها تقصد في حياتها وبعد مماتها، لا تقصد أن يحفظه الله وهي حية فقط. ربنا العليم بالقلوب يعلم ذلك، ولعل ربي أن يسمع دعاها وأن يستجيب دعاها فيما كتبه لي من حياة بتوفيق وحفظ وسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعني وإياها في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن كما كان من أمر ابن عباس، كان عبد الله بن عباس يحب والده العباس حبا شديدا، فلما توفي العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن ابن عباس، ليس حزن يعني فسق والعياذ بالله، أو حزن قلة في الإيمان بالقضاء والقدر، لا، ولكن حزن الفطرة على والده، فلم يخرج للناس للفتية، امتنع الفتية بعض الأيام مؤمنا بقضاء الله تعالى وقدره. نعم، اصبر على مر القضاء إن كنت تعبد من قضى، إن كنت تعبد من قضى، ما فيش، ليس أمامنا إلا الإيمان بالقضاء قدري بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، الركن السادس من أركان الإيمان. لكن بدأ عليه الحزن، فجاءه أعرابي يريد فتية، فقالوا له إنه لا يخرج، قال أنا أخرجه. قال لعبد الله بن عباس: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأنها ذهبت إلى روح وريحان ورب غير غضبان، نسأله ذلك، ولكنها ذكرى والله أيها المسلمون، ولعلها يعني شكوى أشجان إلى المولى الرحمن سبحانه وتعالى، وهو تحسس أيضا وطلب بأن تستمر الدعوة أو الدعاء من الشبي الكبار ومن العجائز ومن الشباب ومن كل المحبين أن يسدوا هذا الذي فقدنا، وإنه لأمر عظيم. لكن ماذا نفعل؟ قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأقول من هذا المكان الطاهر ومن هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى، فليسارع كل أحد إلى أمه وإلى أبيه إلى مرضاتهما، فهناك بر بهما في حياتهما، وهناك بر بهما بعد موتهما. فليسارعوا يا إخواننا إلى إرضاء آبائكم وأمهاتكم وإلى برهما، فإن من لم يبر أباه ولا أمه والله لن يفلح في شيء، والله لن يفلح في شيء، والله لن يفلح في شيء. ونستغفر الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما بدر منا في حال صغر أو حال غضب أو حال جهل نحو والدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. الصلاة تقبل منكم شيخنا وتقبل والدك الصالحات، أسأل الله يرحمها برحمته وأن يوسع عليها في قبرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتها في قبرها، وأن تدعو لها يا شيخنا بارك الله فيكم. أنت تعلم يعني نحن نوصيك يعني حقيقة، أسأل الله أن يرعاك والله معك سبحانه وتعالى. والله وين بقيت نجيك كما كانت تقول والدة، الله يتقبل الصالحات. شيخنا مازال ممكن في 5 دقائق، بس شيخنا ممكن أنت حسيت ووصيت على الوالدات وعلى البر بهما، لكن شيخنا هناك عقوق للأسف من بعض الأولاد، ممكن في 5 دقائق بارك الله فيكم، يعني كيف الإنسان يبكي على والدته التي ربته ويتمنى يعني سبحان الله رب العالمين أن يبقيها الله معه وأن يطول عمرها، فكيف بالذي يكون عاقا لوالديه شيخنا بارك الله فيكم في 5 دقائق؟ أي نعم، والله يعني يكفي أن الله تعالى قرن الوالدين بتوحيده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وربنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. إذا لم تخرج من بيتك والأب يدعو لك بالتوفيق والأم تدعو لك بالسداد، فلن يقبلك الله ولن يؤيدك الله إذا قدمت زوجتك والله أولادك على أمك، على أمك. نحن نعاني الآن من مسائل الذي يعني يبر زوجته ويعق أمه، لكل منهما حال وسبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن يعني من يحسن، من يجب عليه أو من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، ثم قال أبوك. ليه؟ لأن الأم أولا بالعاطفة لا تأخذ حقها بالقوة. الأمر الثاني أن الأب يقع فيه الرياء، قد يحمل الإنسان أباه إلى المسجد أو إلى كذا إلى آخره فيراه الناس برا بأبيه، الأم يخفى برها. كذلك الإنسان منا رأى فضل أبيه عليه ولم يرى فضل أمه، يعني الفضل الأعظم، يعني ما رأى حمله ولا رأى رضاعه ولا رأى كيف كان تسهر عليه، ما رأى ذلك. يعني عقل الأمور عمر 5 سنين 6 سنين وجد الذي يأتي بالمال ولا يأتي باللباس ولا بالأكل والأب، فلم يرى للأم شيئا، كل ما عملت الأم كان في زمن الطفولة الأولى لم يدرك منه إلا القليل. فإن كان الله أراد به خيرا يراه في أولاده، وإلا أنساه الشيطان ذكر ربه. فالناس نسمع نحن هناك من يضرب الأم، وهناك من يشتمها، وهناك من يسيء إليها، وهناك من وضعها في دور الرعاية.
والعياذ بالله. وهنا هذا هل أدرك معنى الأمومة؟ الأمومة الأمة هذه شيء عظيم، فقدها يعني أمر عظيم جدا في الدعاء، في البركة في البيت، البركة في البيت، في الأولاد، في الزوجة، في كل شيء. الأم جنة، الأم جنة، يعني الأم يعني مقام يضيق عن العبارة، تضيق العبارة عن وصف هذا المقام. إلا أولئك الذين قست قلوبهم، أولئك الذين قست قلوبهم. فلذلك نقول فليسارع إنسان منا، فليسارع ما استطاع، فإن فاته برهما فليبرهما بعد موتهما، يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وأن يدعو لهما، وأن يتصدق عليهما، وأن يفعل الأمر الذي كان يحبانه في حياتهما. وسيدنا النبي اللهم صل عليه، مشهورة قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهش الحليمة التي أرضعته ويفرش لها رداءه، ولما زار أمه بكى صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الله يعني ولد يتيما، نعم، وفقد أمه مبكرا، وحنى عليه جده ثم عمه، فهذه الأم زارها وبكى عند زيارتها، لا نريد أن ندخل في التفاصيل، ولكن بكى عند زيارة أمه صلى الله عليه وآله وسلم. تقرأ في صفحات العلماء بر العلماء، هل رأيت عالما وضع الله له القبول وكان عاقا لوالديه؟ أبدا 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 أبدا. نعم، فهذه أمور، نعم، لكن هي والابتلاء، الابتلاء طبعا الله يبتلي بشدة التعلق، لأن ضرب الله لنا مثلا في يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب كان حانيا على يوسف وعلى أخيه لموت أمهما، فكان لهم أبا وأما، فهذه الحنو عليهما وهذه الرعاية الخاصة ابتلاه الله فيها، فأبعد عنه من؟ يوسف الذي تعلق به امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ثم بأخيه الشقيق له، وبعدين جاءت الرحمة من الله سبحانه وتعالى وعادوا إليه جميعا. فهذه ابتلاءات، كل ما تتعلق بشيء يبتليك الله سبحانه وتعالى به. والحقيقة الله يبتلي عباده يعني على قدر دينهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الشكر وأهل الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا أعتذر أيضا، أعتذر مرة أخرى، فليس المقام لمثل هذا، ولكن هي يعني وقفات أبثها أمامكم لله رب العالمين، طالبا الدعاء والتوفيق من الصالحين. فنسأل الله تعالى أن يعوضنا خيرا، وأن يرحمنا، وأن يرحمها، وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله ينفع بكم ونحفظكم بحفظه، ونرحم الوالدة رحمة واسعة تقبلها في الصالحات، ويرحم أموات المسلمين. جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله بكم إسلام المسلمين والأخوة. لنهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم بحلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.